تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل، وصباح السعادة، وصباح الصحة، ويومكم إن شاء الله مستمعين الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعين الأفاضل في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وقبل أن نستعرض فقرات برنامج لهذا اليوم، مستمعين الأعزاء، أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معايا، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. ومن خلال برنامج صحة وسعادة أيضا مستمعين الأعزاء، أرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. نستعرض فقرات برنامج هذا اليوم، ودائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية اليوم تحت عنوان علاج واعد لهشاشة العظام واعتلال الأوتار. أما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، بتعطينا المستجدات زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. فقرتنا لهذا اليوم فقرة أنماط الحياة والعلاج الطبيعي للأطفال، بتكون معايا اليوم عبر الهاتف الأستاذ أنس، أخصائي العلاج الطبيعي للأطفال، وبنتحدث معاه عن توضيح أهم المشاكل الصحية اللي يتعرض لها الأطفال وتحتاج إلى تدخل علاج طبيعي، وأيضا كيف نحمي أطفالنا من مثل هذه المشاكل، ونتعرف أيضا الجديد في أساليب العلاج الطبيعي الحديث المخصص للأطفال، وأيضا نوعية الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي لرعاية الأطفال في هذا الجانب. أما عن خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان خدمات مركز دبي للدم الحبل السري والأبحاث، وبيكون معاي اليوم ضيفي الدكتور حاتم العباس، مدير مركز دبي لدعم الحبل السري والأبحاث بالإنابة بهيئة الصحة بدبي، وبنتعرف أكثر عن هذا المركز المتميز والفريد من نوعه في المنطقة، وبناخذ أيضا نبذة عن هذا المركز ومجالات عمله ومستوى تجهيزات وإمكانيات مركز دبي لدعم الحبل السري، وبنتحدث أيضا من الجانب الآخر، جانب الأبحاث في هذا المركز. هاي كلها فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، دائما أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي بهيئة الصحة بدبي، وأيضا مستمعينا الأعزاء، يعتبر مركز دبي لدعم الحبل السري من المراكز الرائدة في المنطقة والمتخصصة في هيئة الصحة بدبي، وتتبع أو يتبع هذا المركز إلى قطاع الرعاية الصحية التخصصية بهيئة الصحة بدبي، وبنتعرف اليوم أكثر عن هذا المركز وخدماته الشمولية والمتكاملة. معنا زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور اخوي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعي اذاعه نور دبي. الله يصبح شختي اسماء بالنور والعافيه. شو مستجداتنا اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي؟
بناخذ جولة من الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي. كان في حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي بعض الفيديو جميل عن الإشاعات اللي قاعدة تظهر والمعلومات الخاطئة اللي قاعدة تظهر عن موضوع التطعيم. فبعض المعلومات اللي قاعدة تتداول وهي معلومات خاطئة، منها إن هل هو يأثر على الجينات ولا ما يأثر على الجينات، هل هو دائما نسمع هل الأطفال يقدرون يأخذون، هل هو آمن. فكل هالمعلومات في فيديو موجود في حساب مكتب الإعلامي تم إجابة عليه بطريقة وايد جميلة. أيضا كان في هناك فيديو جميل لاثنين من كبار المواطنين يتكلمون عن تجربتهم في أخذ اللقاح، وكلامهم جدا جميل كان موجود في حساب دبي بوست. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة أو نحن نحب نأكد عليها هي بعض الأرقام والمعلومات المهمة حول التطعيم، وكان مشهور في أيضا قنوات التواصل الاجتماعي، اللي هو أكثر من 2.3 مليون شخص تلقوا اللقاح في دبي. نسبة الذين أخذوا اللقاح هو 83% من الفئات المستهدفة، وهدفنا نحن طبعا هو 100% من الفئات المستهدفة. 64% من نسبة من حصل الجرعتين من الفئات المستهدفة، تقريبا 20% من الفئات لم تبادر بأخذ اللقاح، وهذا الأشخاص اللي نحن نشجعهم أن يجون بأسرع وقت ممكن ويحجزون موعدهم لأخذ اللقاح. أيضا من ضمن البيانات أو الإحصائيات اللي طلعت أن من بين يعني من كل 10 أشخاص أصيبوا بكوفيد 8 منهم ما كانوا مخلين التطعيم. أيضا من بين كل 10 أشخاص يدخلون المستشفى وعناية مركزة 9 من غير المطعمين. وايد مهم الإجراءات حد الموعد، وايد سهلة، ما يحتاج يعني حتى الشخص ما يحتاج ينزل تطبيق الهيئة، يقدر يحجز موعده من خلال تطبيق واتساب اللي هو 8342. كل اللي يحتاجون ينزلون يعني يسيبون الرقم في قائمة ال 8342 في قائمة الاتصال، يكتبون كلمة هاي في الواتساب وراح تطلع لهم الخدمات الموجودة. ممكن يختارون خدمة يعني موعد لقاح كوفيد، ومن هناك يقدرون حتى يعني يجاوبون على الأسئلة من خلال الواتساب، يختارون حتى الموعد اللي يبونه، المكان اللي يبونه، والتوقيت اللي يبونه. فهالأشياء كلها موجودة. من يروحون المركز ويأخذون اللقاح راح يوصلهم رسالة نصية بشكل تلقائي بموعد جرعتهم الثانية اللي هي بتكون عقب 21 يوم. فالإجراءات وايد سهلة، يعني حتى ما يحتاجون يتمون أكثر من 10 دقائق في المركز مع دقائق الانتظار. فإجراءات وايد سهلة ما تطول، كل اللي يحتاج من هال20% أن يجون يأخذون اللقاح. أيضا في خدمة خاصة لكبار المواطنين ممكن تصنع 8342 لحد موعد أن يوصلهم توصلهم السيارة لين البيت يطعمون كبار المواطنين اللي عندهم. فهاي أيضا خدمة موجودة، ما يحتاجون كبار المواطنين يطلعون من بيوتهم، العاملين الصحيين والتمريض بيوصلهم لين البيت عشان يعطونهم اللقاح. فهي خدمات موجودة. لخدمة الزيارات المنزلية يتصلون على 8342. لخدمات المواعيد في مراكز التطعيم عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA App، أو من خلال تطبيق واتساب اللي هو 8342. تقريبا هاي الأشياء المهمة عن قنوات التواصل الاجتماعي بخصوص التطعيم، ونتمناكم الصحة والسعادة. شكرا لك اختي اسماء الجناحي، وان شاء الله اتمنى لك ايضا يوم موفق وسعيد. مستمعينا الاعزاء، قبل ان ناخذ الفاصل ايضا نذكركم ان باقي فقط 14 يوم للمبادره اللي اطلقتها هيئه الصحه بدبي تحت عنوان حصاد الابداع، بمشاركتكم افكاركم واقتراحاتكم حول الباقات اللي تحبون او اللي ترغبون في الحصول عليها من هيئه الصحه بدبي عبر الرابط الإلكتروني e-suggest.dubai.gov.ae. وأيضا مستمعين الأعزاء، هناك تكريم لأصحاب الاقتراحات المجدية والأفكار الإبداعية. آخر موعد لاستلام الأفكار 30 من هذا الشهر 2021. بنطلع فاصل مستمعين الأعزاء، وبعد الفاصل عنوان العلاج الطبيعي للأطفال، وبيكون معاي ضيف عبر الهاتف الأستاذ أنس كتانة، اختصاصي العلاج الطبيعي بهيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. مستمعين
مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم سهلة، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما رحب بتواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا، من المشاكل الصحية اللي تواجه دائما الأطفال وأيضا تؤثر على قدرتهم الحركية أو تؤثر في بعض الأحيان على مستوى نشاطهم وحيويتهم وأيضا ممارستهم لبعض الأنشطة الرياضية، دائما هيئة الصحة بدبي تسعى وتحرص على توفير خدمات طبية عالية الجودة لعلاج هذه الفئة أو هذه المشاكل. لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع عن العلاج الطبيعي للأطفال، معي عبر الهاتف اليوم الأستاذ أنس، اختصاصي العلاج الطبيعي بهيئة الصحة بدبي. الأستاذ أنس صباح الخير. صباح الخير أخوي الكريم، حضرتك لجميع المستمعين الكرام، ونتمنى الجميع يكون بصحة وبعافية إن شاء الله، ونتمنى من رب العالمين يزول هالوباء عنا وعن الجميع إن شاء الله يا رب. أستاذ أنس، نحن سعداء جدا يعني وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة والحديث عن هذه الفئة المهمة أيضا الأطفال والعلاج الطبيعي للأطفال. لو تحدثنا أستاذ أنس في البداية عن المشاكل الصحية اللي ممكن يتعرض لها الطفل ومن خلال المشكلة هاي يحتاج إلى برنامج علاج طبيعي. صحيح يا أخوي الكريم، هناك العديد من المشكلات ممكن تصاحب الأطفال منذ الولادة. فعندك حالات مثل نقص الأكسجين منذ الولادة، حالات الشلل الدماغي، حالات تأخر النمو الحركي لدى الأطفال، حالات الجينية والوراثية، وحالات ضمور العضلات. هاي الفئة بحد ذاتها تحتاج لعلاج طبيعي، تحتاج لبرنامج علاج طبيعي منذ يعني اكتشاف الحالي، حتى قدر الإمكان بإذن رب العالمين نتأكد أنه الطفل جالس يأخذ حقه في العلاج، وجالس الطفل يتطور ومواكبة في عمر الحقيقي للطفل أو الفئة العمرية للطفل، ما يكون هناك أي تأخر. صحيح، فيتم يعني أستاذ أنس من قبلكم التدخل السريع، أو إن صح التعبير يعني التدخل في الوقت المناسب، لأن دائما نحن يعني نقول بأن العلاج في الوقت المناسب أو التدخل العلاجي في الوقت المناسب دائما مثل ما تفضلت، التدخل المبكر بحل مشكلة كبيرة للطفل، وبخلي الطفل بإذن رب العالمين يكون قادر على يعني أداء الوظيفة الحركية، يكون قادر على الاندماج في المجتمع، يكون قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي. عرفت علي كيف؟ صحيح. فالتدخل المبكر جدا مهم. نعم، أيضا أستاذ أنس يعني مثل ما ذكرنا أنه ممكن أنه يتعرض الطفل، وذكرت يعني أنت من خلال حديثك بأن ممكن أنه الطفل يتعرض إلى بعض المشاكل من بداية يعني ولادته، بداية حياته، وذكرت أنه يعني ممكن تكون أكثر من مشكلة يتعرض لها الطفل ويحتاج إلى تدخل علاجي. كيف من خلال خبرتك أستاذ أنس يتم أو نقدر أن نحمي الأطفال من مثل هذه المشاكل؟ نعم أستاذ علي، سؤال جدا مهم وكثير مهم للأطفال، للأهالي وللأطفال بذاتهم. نعم. الأهالي إحنا نطلب منهم دائما أوكي نعرف إحنا كأهالي، نعرف يكون عندنا دراية كاملة شو مراحل النمو الحركي اللي بمر فيها طفلي. يعني على سبيل المثال الطفل على عمر 4 شهور يكون قادر أن يتحكم في رأسه، أو يكون قادر يتحكم في رقبته. صحيح. على عمر الشهر الثالث يكون الطفل قادر أنه يحاول يجلس وحده، عرفت علي كيف؟ لين عمر الشهر الثامن يكون الطفل عفوا منك قادر على عملية الحبو. فإذا أنا لاحظت طفلي لين عمر سنة ما يجلس أو غير قادر أنه يتحكم في رقبته، فزعيت أنا لازم بهذه اللحظة أكون عندي دراية كاملة أنه في عندي طفلي متأخر، فألجأ لأقرب مركز صحي، أستأخذ موعد عند الدكتور، يستشير الدكتور، الدكتور راح يكون في تقييم الحالة، يكون في فحص الطفل، ومن هنا يكون الدكتور بتحويل العلاج الطبيعي. وهنا إحنا بدورنا
في العلاج الطبيعي ناخذ الحاله، نقيم الحاله، نشوف وين التاخر الحاصل عند الطفل بناء على تشخيص الدكتور وبناء على التقييم السريري للحاله، عرفت علي كيف؟ نعم. وبعد هيك بيكون في تقديم علاج للطفل، في خطه علاجيه للطفل، وفي متابعه ونصائح وارشادات هاي بنقدمها للاهالي، وبكون في يعني مواعيد علاجيه للطفل لين الطفل بإذن الله يكون قادر على انه يتعدى هذه المرحله من التاخر الحركي، او يكون عنده قادر عفوا منك انه يكون ب يعني بحياته اليوميه ويعتمد على حاله. صحيح. والجميل في الموضوع استاذ انس اللي نحن نلاحظه ايضا من خلال حديثنا في مواضيع مختلفة من خلال برنامج صحة وسعادة، يعني للتخصصات المختلفة في هيئة الصحة، اليوم هناك في توجه جميل من قبل هيئة الصحة بدبي اللي هو علاج الشخص بشكل يعني متكامل وبشكل شمولي وبواسطة فريق طبي متكامل. نعم. ممتاز. نعم صحيح أستاذي. نعم هناك خطة علاجية بتكون شاملة، يعني الطفل بيأخذ خدمات تأهيلية كاملة. صحيح. للطفل برنامج علاجي من ناحية علاج طبيعي، علاج وظيفي، علاج نطق، علاج نفساني. فبالتالي الحمد لله رب العالمين هيئة الصحة الله يديم العز ويديم يا رب الشيخ محمد ما مقصر تقديم الدعم لهيئة الصحة، فدائما احنا بمواكبة لأكثر تطور أي برنامج علاجي نكون مواكبة له، أي تطور في مراحل العلاج الطبيعي احنا مواكبينها. فعندنا برنامج علاج طبيعي المكثف يكون الطفل ياخذ قدر الإمكان اللي هي خدمات التأهيلية في عمر نسميه اللي هو مرحلة مبكرة من عمره. صحيح. قبل ما يكون عفوا منك مرحلة يكون شوي فيها نسميها يعني متأخرة أو مرحلة متقدمة من العمر. نعم. ففي هناك عديد من الحالات الحمد لله استفادت وأخذت علاج والحمد لله هلأ قادرين يندمجوا بالمجتمع ويروحوا المدرسة، ويعني أهاليهم انبسطوا، أهاليهم فرحوا أنه شاف ابنه كيف كان. صحيح. وهلأ كيف تطور وصار طفل قادر يندمج في المجتمع، قادر يتعلم، قادر يمشي، قادر يكون أسوة بزملائه الثاني. صحيح. وأيضا أستاذ أنس يعني البرامج العلاجية والمتابعات الدورية، يعني اليوم في مستشفى لطيفة في دبي بهيئة الصحة بدبي هناك بعض البرامج الخاصة للمرأة قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة، فهاي المتابعات هاي إذا كان هناك في أي خلل وأي مشكلة سواء للأم أو للطفل يتم إدارة الحالات هاي أو المشاكل هاي من البداية والتوجيه والتدخل. صحيح. طبعا. صحيح. هاي كلياتها بتحد أخوي عرفت علي كيف. نعم. كليات هذه برنامج موجود في توعية وإرشاد، وقدر الإمكان إذا كان هناك في تدخل طبعا يكون في تدخل على. صحيح. أساس قدر الإمكان الطفل يكون بصحة وسعادة إن شاء الله. نعم. أستاذ أنس أنت ذكرت من خلال حديثك بأن هذا النوع من العلاج العلاج الطبيعي وأيضا يعني الخدمات الأخرى دائما اليوم الطب في تطور سريع. صحيح. فلو نتحدث معك أستاذي في مجال العلاج الطبيعي، ما هو الجديد في أساليب العلاج الطبيعي الحديث بالأخص للأطفال؟ نعم صحيح. هناك اللي هو التوجه الآن نحو العلاج الطبيعي المكثف، يعني أنه مثلا الطفل أنه يأخذ مثلا خلال فترة الأسبوع أكثر من جلسة علاجية، هذا بنسميه علاج طبيعي مكثف. في هناك مثلا عدة وسائل أدخلت على العلاج الطبيعي المكثف للأطفال، وما يسمى مثلا البدلة الفضائية، السوت ثيرابي، إلى عدة فوائد. هذه تم تلبيسها للطفل حسب حالة الطفل، أوكي، تقوم على تدريب الجهاز العصبي المركزي للطفل، دعم ضعف العضلات الموجودة عند الطفل، تعطي قوام للجسم. نعم. تساعد الطفل أيضا على التوازن إذا كان عنده مشكلة في التوازن، تساعده على المشي بالشكل الصحيح، التناسق الحركي. أيضا هناك أخوي العزيز هناك اللي نسميه القفص العنكبوتي أو السبايدر كيج، ممكن يكون اسماء جميله عندكم استاذ. صحيح. أنس. صحيح. يعني خصوصا الاطفال لما تقول سبايدر هيك طاقم الفضاء الشيء، عرفت كيف؟ فبيكون زي كيج، بيكون قفص، بيكون في عندك اكثر من كونكشن يعني احبال، بنحط الطفل فيها على اساس نعمل له مثلا اكتيفيتي معينه، نعلمه كيف يكون يوقف، نعلمه كيف يتوازن، نعلمه كيف عفوا منك يكون قادر على عفوا منك على اخذ خطوات باعتماد على نفسه. فهذه كل البرامج موجودة ونحاول قدر الإمكان يعني نعطي الطفل العلاج اللي يحتاجه في الوقت المناسب. وفي شمولية يعني مثل ما حدثتك في علاج وظيفي، في علاج نطق، في علاج النفسي، فكل هذه الأشياء ممكن بإذن رب العالمين تساعد الطفل أنه يتجاوز الأزمة الموجودة عنده أو المشكلة الصحية. جميل. هو دائما أستاذ أنس
العلاج التكاملي والشمولي دائما له يعني آثار إيجابية ونتائج إيجابية أفضل، لأن اليوم توجه هيئة الصحة بدبي واستراتيجيتها ليس فقط علاج، وإنما هو إدارة حالة الإنسان هذا من الجانب العلاجي ومن جانب الاجتماعي، وأيضا هناك جوانب نفسية. فبرنامج العلاج المتكامل هو دائما يعني اللي له آثار جيدة على صحة إيجابية. الإنسان نعم وإيجابية تطور في الحالة. نعم. للأهل كمان بيكون عفوا منك فيه هناك نتائج يعني موجودة ومرئية، وكمان على الحالة بحد يعني بحد الواقع بيكون في تطور على حالة الطفل. صحيح أستاذي. دائما طبعا هيئة الصحة بدبي توفر مثل هالنوع الخدمات بشكل متكامل. لو تحدثنا أستاذ أنس عن نوعية الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي لرعاية الأطفال في هذا الجانب المهم. نعم صحيح، مثل ما ذكرت لك بالسابق في عندنا خدمات العلاج الطبيعي، طبعا بتكون للخدمات العلاج الطبيعي مختلفة الحالات اللي هي بنسميها أطفال الخداج، الحالات مثلا المشاكل العصبية، الحالات اللي بيكون عندهم عفوا منك اللي هي مشاكل حركية. في عندنا أيضا علاج اللي هو بنسميه العلاج الوظيفي، بيكون قدر الإمكان للأطفال اللي عندهم في مشاكل سلوكية، عندهم مشاكل حسية. عندنا أيضا علاج النطق، في عندنا فئة من الأطفال بيكون عندهم تأخر نطق أو حالات التوحد، بيكون هناك عندنا قسم العلاج النطق. وعندنا خدمات العلاج النفسي بتكون للأهالي يعني الأولياء الأمور وحتى طول الطفل، وأيضا قسم هناك اللي نسميه الجبائر الطبية، إذا كان عندنا هناك الطفل بحاجة إلى جبيرة طبية يقوم هذا القسم بتوفيرها للمريض طبعا في جودة وكمان في قدر الإمكان في أيدي ماهرة. صحيح أستاذ أنس، أنت يوم تتحدث عن الفئات العمرية يعني ذكرت الأطفال الخدج، الأطفال الخدج يعني أعمارهم وأوزانهم تكون يعني جدا يعني قليلة، فدقة المعلومات ودقة الخدمة. نعم أن هناك تدخل لهذه البيئة، حتى لما يكونون داخل اللي هي وحدة العناية المركزة بيكون هناك تدخل للعلاج الطبيعي حتى قدر الإمكان ما يكون هناك أي مضاعفات أي مشاكل أي تيبس عضلات الطفل. فمن هذا من هذه المرحلة إحنا بنتدخل، يعني من عمر بنحكي من عمر زيرو، من عمر الطفل يوم نتدخل في العلاج الطبيعي. فنحن نتحدث اليوم أستاذ أنس عن يعني مستوى من العالي جدا من فضل الله التخصص. ما شاء الله ما مقصرين هنا، الله يطول بعمرهم الشيخ محمد ما مقصر وكلهم ما مقصرين والله يجزيهم كل خير يا رب. الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ أنس، نحن سعداء الحقيقة بالحديث معك في هذا الجانب. بس أنا عندي نصيحة كمان هذه يعني ممكن أحكيها من خلال حضرتكم. أنا كنت أقول لك شو النصيحة الأخيرة اللي تحب تقدمها أستاذ أنس؟ الله يسعدك، الله يبارك فيك. أتوجه للأهالي أكيد يعني لا سمح الله إذا كان عندهم في طفل شوي مشكلة يكون شوي صعبة، نعم. ما نحصل نتيجة اللي هو بده إياها لحظية، أتمنى منهم يكون عندهم طولة بال، يكون عندهم صبر. صحيح. لأنه العلاج الطبيعي بده وقت حسب الحالة طبعاً. أوكي في أطفال ما شاء الله بياخذون شيء طبيعي فترة قصيرة ما شاء الله يعتمدون حالهم، في أطفال حسب الحالة إنه بده وقت شوية إنه ما ينقطعوا عن العلاج الطبيعي لو شو ما كلفهم الأمر، إنه يكون في استمرارية. أوكي، لأنه دائماً أخوي الكريم الانقطاع بيأثر نتائج عكسية، خصوصاً الحالات مثل الشلل الدماغي، نقص الأكسجين، بيكون عندهم تيبس في عضلات. إذا نتركه فترة معينة بيكون عنده تيبس، صار لا سمح الله خلع في المفصل، فبالتالي بيكون في مشكلة، صار مشكلة أخرى، فما يتوقف يعني ما عليه. أكيد هلأ في الواحد عنده وقت معين لازم يعطيه شوية أولوية كمان للطفل، ما يتوقف عن العلاج الطبيعي حتى يفصل عن نتائج اللي هو بدي إياها. صحيح. ودائما أيضا أستاذ أنس نحن نضم صوتنا بصوتك ونقول العلاقة المتواصلة والتواصل الدائم المستمر بين الأهل وبين الفريق الطبي دائما يعني يعطي نتائج إيجابية ويخلي دائما الشخص على علم وعلى ثقافة وعلى دراية بالموضوع ومعرفة أيضا الفترة العلاجية. شكرا لك الأستاذ أنس كتانة اختصاصي العلاج الطبيعي بهيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، خدمات مركز دبي لدعم الحبل السري والأبحاث بيكون موضوعنا بعد الفاصل، بيكون معايا الدكتور حاتم العباس مدير مركز دبي لدعم الحبل السري والأبحاث بالإنابة بهيئة الصحة بدبي بعد الفاصل. صحة وسعادة.
مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-551-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفقرتنا الثانية مستمعينا الأعزاء حول خدمات مركز دبي لدعم الحبل الحبل السري والأبحاث. وهذا المركز يعتبر من المراكز المتميزة والفريدة في المنطقة الحقيقة والتخصصية اللي تتبع قطاع الرعاية الصحية التخصصية بهيئة الصحة بدبي، ومركز معني بحفظ دم الحبل السري والأبحاث، وأيضا يعتبر المركز الحكومي الأول والوحيد من نوعه في المنطقة يعمل على جمع ومعالجة تخزين الخلايا الجذعية. يشرفني الحقيقة اليوم يكون معايا عبر الهاتف الدكتور حاتم العباس، مدير مركز دبي لدعم الحبل السري والأبحاث بالإنابة بهيئة الصحة بدبي. دكتور حاتم صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالخير، كيف أخبارك؟ الله يحييك دكتور حاتم، نحن سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة، وللحديث الحقيقة عن هذا المركز المتخصص والمتميز والفريد من نوعه في المنطقة. وحابين أيضا دكتور تعطينا نبذة عن هذا المركز ومجالات عمله واختصاصاته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الواحد سعيد جدا أن يكون في البرنامج، برنامج يصل لكل المستمعين، وهو ده الهدف الأساسي من البرامج زي دي، هي توعية المجتمع خصوصا للخدمات الجديدة والحديثة المتوفرة في هيئة الصحة. ودي رسالة مهمة جدا مفروض توصل للناس حول أهمية تخزين دم الحبل السري بالنسبة لعلاجات الأمراض الكثيرة الآن اللي صار المجتمع بيعاني منها. مركز دبي دم الحبل السري هو مركز متخصص، ممكن زي ما انت تفضلت فريد من نوعه. ليه؟ لأنه مركز بيعنى بعلم يعتبر حديث، يعني علم الخلايا الجذعية، رغم انه الحين ممكن اكثر من 25-30 سنة، لكن لسه بنعتبره علم حديث لأنه بيفاجئنا كل يوم بشيء جديد. صحيح. ويعتبر دم الحبل السري من أنجع العلاجات لأمراض كثيرة بنعاني منها الحين في المجتمع، زي مرض الثلاسيميا، فانكونيا أنيميا، الليوكيميا، وسرطان الدم، لأن كل الأشياء دي تعتمد على زراعة خلايا جذعية. وكلمة الخلايا الجذعية الآن نحن بنحاول نخبر المجتمع، نقول لك والله الإنسان راح لزرع نخاع العظم أو عمل خلايا جذعية، هي في النهاية كلها خلايا جذعية، سواء من نخاع العظم أو من الحبل السري. نعم. الحبل السري بيعتبر من أغنى الأعضاء في جسم الإنسان بالخلايا الجذعية، وبتتميز خلاياه الجذعية بأنها خلايا بتعتبر خلايا أو تسمى الخلايا الأم، وخلايا ليس لديها مضادات أجسام مضادة مثلا لو جاز التعبير، أو أنتيجينات اللي هي دي مهمة جدا في عملية الزرع. بعدين نجي لموضوعنا اللي هو دم مركز دبي لدم الحبل السري، اللي هو تم إنشاؤه بمكرمة من الشيخ محمد بن راشد. تم إنشاؤه يوم 6/6/2006، يعني نحن دلوقتي عيد ميلاد، تاريخ مميز بعد دكتور. 9 أيام. نعم أيوه شايف. فتم إنشاؤه بمكرمة منه على أساس يعالج أمراض الثلاسيميا اللي هي منتشرة شوية عندنا في الدولة وفي المنطقة المحيطة. وهو يعتبر بنك دم هجين، بمعنى أنه بنسمح بنوعين من التخزين، اللي هو لو كلمة تخزين أو كلمة بنك توحي لك دائما أنه في حاجة very precious أو حاجة غالية جدا أنت بتحتفظ بها، لأنه دائما الإنسان بيحتفظ بالحاجات المهمة جدا. صحيح. في مخازن أو في بنوك. فبنعتبر خلايا جذعية من أهم الأشياء، أو من دم الحبل السري هو هبة من الله سبحانه وتعالى، زي ما بي ربنا يخلي أمهاتنا ويرحم من مات ويخلي الحية. يعني الأم دي إنسانة عجيبة جدا، يعني هي بتكرمك من يوم أنت في بطنها، بتغذيك، وبعد ذلك بتحرص أنك تكون سليم بأنها بتوهب لك الحياة، بأنها تتبرع بدم الحبل السري، لأنه إذا احتاج الإنسان حيلقى أمه هي نفسها اللي هي
حتدعمه في النهاية عن طريق الخلايا الجذعية. فالتحية لكل الأمهات. نعم. عندما الحبل السري بيتم تخزينه عندنا زي ما قلت بتخزينين، التخزين العام أو التخزين الخاص. التخزين الخاص هو بيسمى التخزين العائلي، اللي هي الأسرة نفسها بيكون عندها مثلا مشكلة أو واحد من الأطفال عنده مرض معين زي الليوكيميا أو الثلاسيميا، دائما الطبيب بينصح بإجراء عملية نقل الخلايا الجذعية. نعم. فالطفل المولود بعده غالبا هو بيجي، بتجي الأم بتجي عندنا في المركز، بنعمل لها تاريخ طبي عشان نعرف حالتها، هي نفسها مستعدة إنها تكون تقدر تتبرع بدم الحبل السري أو تخزنه. والتخزين الخاص بيفرق عن التخزين العام في بعض الكرايتيريا أو بعض العلامات، لكن هو طبعا برسوم معينة بيتم دفعها في المركز، تجي الأم بيعمل لها التقرير، بنعمل لها التاريخ المرضي، بنتأكد إنها صالحة للنادي، بيقابل الفريق عندنا. بعد ما يأخذ منها التقرير بعد ذلك بيتم إعطائها العدة اللي هي بتاعة تجميع دم الحبل السري، وهي بعد الولادة طبعا بالمركز بيبعث السواق أو بيبعث الإنسان اللي يستلم العينة، وبعد ذاك العينة بتجمع وتجي عندنا في المركز. العينة طبعا بتتعامل حسب القوانين العالمية وحسب الاشتراطات العالمية. دائما العلاج بالخلايا الجذعية بيعتمد على أشياء كثيرة، من أهمها حيوية الخلايا الجذعية أو كميتها ومقدار حيويتها، لأن في تحت خزينة في حاويات نيتروجينية ممكن على درجة حرارة -196 تحت الصفر اللي هي -196، فلازم الخلايا تكون حية بصورة ممتازة جدا، لازم عددها يكون كافي جدا. فبنعمل كل الفحوصات عندنا في المركز، الهيئة طبعا وفرت كل الأجهزة الحمد لله up to date، يعني art of technology زي ما بنقول. فعندنا أجهزة لتعداد الخلايا، مثلا بنحسب الخلايا بالضبط، بنحسب وزن العينة، بنحسب حيوية الخلايا عشان نتأكد إنه العينة دي حتصلح للمريض حسب الاشتراطات العالمية. نعم. إذا كان احتاج لها بعد سنوات، ويتم تخزينها في 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 الحاويات النيتروجينية. والحمد لله عندنا كباسيتي ممتازة جدا، عندنا ساعة تخزينية كبيرة جدا متوفرة في الهيئة، متوفرة في مركز الدم، مركز دم الحبل السري. بالنسبة للتخزين الخاص، التخزين العام هو تبرع ما يكون بفلوس، وإن شاء الله في القريب العاجل حيتم إنشاء المشروع ده بإذن الله تعالى، اللي هو الأم بدل ما ترمي دم الحبل السري أو في النفايات الطبية بنعمل أويرنس، وبنطالب الأمهات إنها تتبرع، لأنها بتبرعها ده قد تنقذ طفل هو محتاج لدم الحبل السري. فبدل ما العين دم الحبل السري يتم التخلص منه، ممكن نحن نجمعه ونخليه مخزون يستفاد منه في كل أنحاء العالم إن شاء الله. دكتور حاتم، نحن عندنا أيضا سؤال حول نفس الموضوع اللي تتفضل فيه، إن هل بالإمكان حاليا التبرع بالدم في حالة إذا كان طفل يعني مش من نفس الأسرة محتاج إلى هذه الفصيلة أو هذا النوع من الدم لمرض معين يذكر، سواء كانت يعني أمراض مناعية أو حتى يعني نوع من أنواع الأمراض السرطانية؟ نعم، هو طبعا التبرع عموما إذا أو العلاج بالخلايا الجذعية أهم ما فيه هو التطابق النسيجي. صحيح. اللي هو مطابقة الخلايا الجذعية، اللي هو في هذه الحالة بنعتبر الخلية الجذعية هي المتبرع. نعم. والمستفيد هو الطفل المريض، زي عملية نقل الكلى مثلا، من مريض لمريض أنت بيكون عندك متبرع ومستفيد. صحيح. فلازم يكون في تطابق نسيجي، عشان لأنه الجهاز المناعي هو يصنف من أقوى الجهازات الدفاعية في العالم تبارك الله أحسن الخالقين، فلازم يكون في تطابق نسيجي كامل على أساس. وهذا الحمد لله طبعا نحن الحين برضو الحاجة كويسة إنه في المركز نفسه عندنا الأجهزة اللي هي up to date again، وهي بتعمل التطابق النسيجي. التبرع عموما ممكن يتبرع اللي هو بيسموه النون ريليتد دونر او المتبرع الغير قريب، فممكن ده في حاله التبرع العام، وده اللي هو اللي بيحصل الحين في العالم. الحين مثلا المرضى بيسافروا لامريكا، بيسافروا لوين، بيكونوا بيدوروا على متبرع، ففي ريجستري عالمي او تسجيل عالمي بيسمى الـ NMDB ولا الـ BMW، واحد من الاورجنايزيشن دي، المريض بيدور على مطابق له، فبقول له والله المطابق ده موجود مثلا في باكستان او موجود في الارجنتين او موجود ويريفر، وبتواصلوا معاه وبيجيبوا العينه دي من هناك، بيجيبوها لمركز الزراعه ويتم نقلها للمريض. نعم. اللي هو المريض المفروض يستفيد.
فنحن ده بنتكلم عن الريجستري وعن بنتكلم عن التخزين العام اللي هو المشروع ده في القريب العاجل حيجي للنور ان شاء الله في 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 مركز زويل ده من حبل السوري احنا شغالين عليه وان شاء الله في القريب العاجل حيكون عندنا سجل بتاع المتبرعين وحيكون حتى لغير الاقارب. لكن الحين طبعا زي ما انا قلت لكم مركزين على التخزين الخاص اللي هو الطفل بيتبرع لواحد من افراد اسرته نفسه. صحيح. ايضا دكتور حاتم انت تفضلت وذكرت بان الاستفاده من الدم الحبل السري وذكرت بان يعني مستقبلا بيكون هذه هي الطفره العلاجيه بالنسبه لبعض الامراض. هل بالامكان تذكرنا دكتور او تحدثنا عفوا عن ما هي الامراض اللي ممكن يعني يتم علاجها من قبل دم الحبل السري؟ طبعا دم الحبل السري من اهم الامراض اللي احنا بنركز عليها دائما لانه من كلمه دم هو الخلايا الجذعيه هنا منشأ دم يعني. فدائما بنعالج الامراض اللي هي تكون منشأ اصلا دم دموي يعني مثلا زي امراض السرطانات المختلفه اللي بتخص سرطانات الدم الفان كوني انيميا مثلا الامراض الثلاسيميا بانواعها. فدي الامراض الاكثر امراض الناس بيستعملوا الخلايا الجذعيه مباشره لعلاجها بصورة يعني بمعنى انك تنقل الخلايا الجذعية مباشرة بعملية بتاعت زرع. اما باقي الامراض وهي اكثر من 80 مرض تقريبا حسب اخر ريبورت في امراض كثيرة مثلا عندك الدايبيتس عندك الاشياء دي كلها ممكن تتم علاجها بالخلايا الجذعية لكن بمعالجة الخلايا الجذعية اللي هي بتعالجها بطريقة معينة انها تعمل فيها تحول معين وبالتالي تستهدف المرض المعين. لكن كعمليه بتاع الزرع نحن بنفتكر انه الامراض دم الحبل السري بعالج دائما الامراض اللي فيها منشأ دموي. نعم. ايضا دكتور يعني مثل ما ذكرنا نحن في بدايه حديثنا ان يعتبر هذا المركز صرح طبي وايضا بحثي، لو تحدثنا دكتور ما هي الابحاث او المركز يختص بالابحاث، هل ممكن تشرح لنا هذا الجانب بالتفصيل دكتور حاتم؟ طبعا هي المركز مركز زويل الحبل السري زي ما انت تفضلت هو مركز علاجي ومركز بحثي في نفس الوقت. نعم. فدائما الابحاث الموجوده بتكون حول الاستفاده من دم الحبل السري، يعني لا زي ما انا قلت لك لانه الموضوع لسه موضوع جديد. صحيح. فدائما انت الكرايتيريا او الصفات المعينه اللي انت بتقرر انه هذه التعداد من الخلايا ينفع مع الناس المعينين او بنسميها هي البوبوليشن ستاديز او الدراسات المجتمعيه، لانه اي مجتمع فيه طبيعه معينه من البشر. فنحن عندنا ابحاث بيشتغل على انه هل الخلايا يعني مثلا اذا في امريكا مثلا كان يقول لك لازم 2 مليون خليه جذعيه هي اللي بتعالج المريض الوزن الفلاني، فهل ال 2 مليون خليه دي هي نفسها بتعالج الاماراتي؟ هل هي نفسها بتعالج الانسان المنشأ من المنطقه العربيه؟ فبتحصل كومباريتيف ستاديز بتحصل يعني بنبدا نعمل ابحاث في الاشياء دي عشان نقدر في النهايه نجود العمل، بمعنى انه نكون عندنا كرايتيريا واضحه كرايتيريا خاصه بتخص مركز زويدة من الحبل السري الموجود في دبي، وبالتالي بيكون عندك صفه معينه وتزيد بتزيد ال بيسموها الكواليتي او الانتجريتي بتاعت السامبلز بتاعتنا نفسها. ده بالاضافه لبعض الابحاث وعندنا جامعات طبعا معظم الطلبه اللي هم عندهم بيتلقوا تدريب معين لانه المركز هو الموجود لوحده يعني بيختص بمواضيع مطابقه الانسجه والانسجه الحديثه بتاعتها و عزل الخلايا الجذعية. فمعظم الطلبة في الجامعات بيجي يتدربوا عندنا بيكون عندهم بعض الريسيرش الصغيرة بيجي يعملوها معانا ان كيس انه في واحدة من الابحاث دي. فالمركز مفتوح انه الناس تو كولابريت او يتعاون في موضوع الابحاث. نعم. ان شاء الله. صحيح. دكتور حاتم عندنا ايضا سؤال من احد المستمعين عن متى ممكن يتم تجميع دم الحبل السري، والشق الثاني من السؤال هل يعني يؤثر تجميع دم الحبل السري على الأم، هل له أي خطورة على الأم؟ طيب متى يتم تجميع دم الحبل السري؟ يتم تجميع الحبل السري في بعد الولادة مباشرة يعني بعد ما الجنين يطلع من بطن أمه بالسلامة إن شاء الله يتم فصل الحبل السري و
الفيزيشن أو الطبيب أو الميدوايف بيقوم بإدخال إبرة صغيرة جدا في 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 الحبل السري ويتم سحب الدم. سحب الدم بعيد عن جسم الأم بعيد عن جسم الطفل فلا يؤثر إطلاقا على الأم ولا على الطفل بأي حال من الأحوال ولا في أي حالة بتاعت ألم حتى ولا أي حاجة لأنه في الوقت ذاك بيكون الحبل السري خارج بطن الأم. فبتم تجميع حبل السري في حوالي 3 دقائق أو 4 دقائق حتى مستعينين بالجاذبية الأرضية يعني أنت بتحط الكيس التجميع أسفل المكان بتاع الولادة والسرير وبتخلي الدم ينسحب بصورة طبيعية في الكيس لحد ما تأخذ الكمية المطلوبة وبالتالي بيتم رسالة للمختبر. فهو ديفينتلي أو أكيد طبعا ما بيعمل أي ألم لا للأم ولا سوى أي خطر ولا للجنين إن شاء الله. صحيح. أيضا دكتور حاتم يعني خدمات مركز دبي لدم الحبل السري لا تختصر فقط على يعني الإمارة ولكن أيضا هناك بعض الحالات في الإمارات الأخرى. فعندنا سؤال كيف يتم إذا الشخص يحتاج إلى أن يسجل في هذا البرنامج وهو غير متواجد في إمارة دبي؟ عندنا تسجيل عن طريق الويب سايت بتاع الهيئة وتسجيل عن طريق الإيميل وممكن يتواصل معنا في المركز على تلفونات الهيئة وبيوصلوا لنا في المركز وبيتم بحث الأوراق ليه أو الأشياء المفروض يتم تعبئتها اللي هي الكوميشنير أو التاريخ الطبي لنتأكد من أنه هو جاهز أنه يتبرع. وبعد ذلك بيتم حتى البيمنت الحين صار ممكن يتعامل أونلاين والمركز بيبعت له عدة التجميع في مكانه في هو في المكان الولادة اللي هي حتحصل وحنبعت حد ياخذ منه الدم ويرجعه المركز يعني العملية الحمد لله الهيئة سهلت كل الأمور دي. العملية بتكون very easy هو بس ما عليه اللي نتواصل بالمركز مع المركز بأي طريقة من الطرق اللي أنا قلتها سواء عن طريق الإيميل أو عن طريق التلفون المباشر وعندنا فريق استقطاب اللي هو ديل مسؤوليتهم إنهم يتواصلوا مع الأم وسيلتهم إنهم يوفروا المعينات كلها اللي هي بتكون بالعملية نفسها. نعم. فبإمكانكم مستمعينا الأعزاء مثل ما ذكر الدكتور حاتم التواصل على الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي على 800342 وبيتم تواصلكم مع مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث. دكتور حاتم ذكرنا نحن في البداية أنه يعتبر هذا المركز من المراكز الفريدة من نوعه على مستوى المنطقة. أين ترى اليوم أنت دكتور حاتم مركز دبي لدعم الحبل السري والأبحاث على خريطة هذا التخصص على مستوى المنطقة؟ والله أنا ما عايز أبالغ لكن أنا بفتكر إنه مركز دبي لدعم الحبل السري يحوي كل المؤشرات وكل الإمكانيات التي تجعله فعلا فريدا من نوعه. أولا حتى على كل المستويات هو يعني زي ما بقوله كبنية تحتية هو من كل النواحي جاهز إنه يكون في الصدارة باستمرار. أنا بعتقد إنه حيكون دائما باستمرار هو في صدارة كل في صدارة المراكز اللي بتعمل نفس العمل في المنطقة العربية واحتمال يمكن ينتقل إلى العالمية في زيادة مجهود إن شاء الله. هنا نوعد إنه نبذل القطارة جدا نوصل للعالمية بإذن الله تعالى. نعم. يعطيك العافية دكتور حاتم. وأيضا عندنا يمكن دقيقة نحب أيضا نسمع منك بعض النصائح وكلمة أخيرة تحب توجهها لمستمعينا مستمعين برنامج صحة وسعادة. أول الكلمة اللي بحبنا نقولها في هذه الأيام طبعا هي الحرص على سلامتهم واتباع كل الإجراءات الاحترازية حتى نعبر بسلام من الوضع الحاصل الحين. والحمد لله تعتبر دولة الإمارات يعني من أوائل الدول اللي قدرت تنجح في احتواء الجائحة. ثانيا بوجه رسالة لكل الأمهات إنها دائما دم الحبل السري حاجة ثمينة وهو قد يساعد ناس كثيرين والاحتفاظ به يعني يعتبر هدية
ثمينة جدا للأجيال القادمة إن شاء الله. نعم دكتور، عفوا، عندنا أيضا سؤال من أحد المستمعين على طريق الرسائل النصية، سؤالين الحقيقة. يمكن أنت تفضلت دكتور وجاوبت على بعض الأسئلة اللي هي مراحل أو إجراءات التسجيل حفظ الدم الحبل السري، لو تذكرها على السريع، ومن عقبها عندنا سؤال آخر عن مدة الحفظ، كم هي مدة الحفظ اللي يتم فيها تخزين دم الحبل السري؟ طيب، إجراءات التسجيل زي ما قلنا هي عادة بعد الشهر الثالث الأم بتجي عندنا، أو عن طريق الإيميل أو عن طريق المكالمة الهاتفية، وفي أبليكيشن حيتم إصداره في القريب العاجل إن شاء الله. بيتم التاريخ المرضي، وبعد ذلك بيتم إذا كان التخزين للتخزين العائلي بيتم عملية الدفع، وتقدر إنها تقوم بأي طريقة. ثم بعد ذلك بتاخذ عدة التجميع وفي الولادة، بعد المستشفى اللي بتحصل فيها الولادة بتصل بالمركز بكونتاكت نمبر موجود أصلا على عدة التجميع، وبيروح الكورير تبعنا بيجيب العينات وتتم معالجتها، وبعد ذلك إبلاغ الأم إنه العينة إذا كانت accepted ولا rejected، لأنه في بعض الكرايتيريا العالمية نحن بنعتمد على زي ما قلنا في البداية اللي هي عدد الخلايا، حيوية الخلايا، ونحن حرصا مننا إن الخلايا تكون. بالنسبة لعدد السنوات لحد الآن، لأنه زي ما قلنا هي accumulation أو الاكسبيرينس تحت الناس لحد الآن، ده من حفظ السر. إحنا الكونترات معانا بنعمل والكونسنت فور لمدة 30 سنة، لأنه أساسا العلم أصلا له 30 سنة، لكن ما معروف فيما بعد هل الخلايا دي يعني كل التجارب البحثية أثبتت لنا لمدة 30 سنة الخلايا دي بتكون بكامل طاقتها بحيويتها، فنحن بنخزن دم الحبل السري لمدة 30 سنة بالنسبة للمريض الآن. نعم، لكن في ممكن يحصل تحديث في المستقبل إن شاء الله. دكتور حاتم العباس، سعداء جدا وجودك معنا الحقيقة، وحديث اليوم عن هذا المركز المميز والفريد من نوعه في المنطقة. شكرا لك دكتور حاتم، وشكرا لفريق العمل المبدع معك، ويعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لكم. العفو. مستمعينا الأعزاء، قبل لا نختم أحب أني أيضا أذكركم بمبادرة هيئة الصحة بدبي، حصاد الإبداع، اللي حابة هيئة الصحة أيضا تشاركون بأفكاركم وأيضا مقترحاتكم حول الباقات الصحية اللي ترغبون في الحصول عليها من هيئة الصحة بدبي، وبإمكانكم أيضا إرسال الأفكار والاقتراحات على الرابط الإلكتروني e-suggest.dubai.gov.ae، وأيضا بيتم تكريم أصحاب الاقتراحات المجدية والأفكار الإبداعية. وآخر يوم هو موعد الاستلام تاريخ 30 من هذا الشهر. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، واتمنى إن شاء الله أن قدمنا لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، وفي الإخراج دائما مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.